بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ميعادنا مع لاب 20 في موضوع النود جي اس، وطبعا هنكمل كلامنا عن الاوثنتيكيشن. اللاب اللي فات بنينا الاجزاء الرئيسية الخاصة بالمشروع بتاعنا، وطبعا ضفنا الباكجز بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها زي البادي بارسر والكونكت مونجو والكوكي بارسر والاي جي اس والاي جي اس مات، وقلنا وظيفة كل واحدة من الباكجز دي. وبعد كده طبعا روحنا على السيرفر بتاعنا، وجوه السيرفر بدأنا نضيف الأجزاء الرئيسية، عملنا ريكويرز للأجزاء الرئيسية من الباكجز اللي احنا ضفناها. وبعدين بدأنا نضيف الميدل ويرز بتاعتنا اللي قلنا هنستخدمها جوه الابليكيشن الخاصة بالفيو انجن بتاعنا والبادي بارسر بارسر وجزء كمان خاص بالسيشن. وعملنا كمان حاجة بسيطة كده خاصة بالراوتس بتاعتنا، ان احنا نضينا على الاندكس من خلال الاب دوت الايه من الاب دوت الجيت. روحنا على الفيو بتاعنا لو احنا فاكرين، وعملنا الاندكس وعملنا كمان اللي اوت وعملنا جزء خاص بالبارشلز، وقلنا ان اللي اوت ده هيبقى فيه العناصر الرئيسيه بتاعتنا خاصه بالمشروع، يبقى في جزئيه البودي دي هيبقى كل الفيوز اللي هنبدا نستخدمها زي مثلا الفيو الخاصه بالاندكس. وهنا عملنا مجموعه بارشل زي الفوتر والهيدر والناف بار، وبدانا نضيفهم لي اللي اوت بتاعنا من عن طريق انكلود للباص بتاعهم. النهارده بقى عايزين نضيف اجزاء تانية، عايزين مثلا نضيف جزء هيبقى خاص بالراوتس، بحيث اننا طبعا هنا هنعمل هنا الجزء الخاص بالاندكس. طيب احنا عايزين بقى نضيف جزء خاص بالساين اب وجزء خاص باللوجن، وبعد كده نضيف بقية اجزاء المشروع بتاعنا. فاحنا مش عايزين الاجزاء دي تبقى موجودة جوه السيرفر بتاعنا، وكجزء تنظيمي كده لو احنا هنتعامل بفكر الام في سي المفروض يبقى عندنا فولدر يبقى خاص بالموديل، ده يبقى خاص او له علاقة بالتعامل مع الداتابيز، وفولدر تاني خاص بالكنترولر، وده هيبقى الوسيط ما بين الموديل وما بين الفيو بتاعتي، وعندنا طبعا الفولدر الخاص بايه بالفيوز. وعشان نعمل الجزئيه دي المفروض نضيف جزء او فولدر يبقى خاص بالراوتس او خاص بالكنترولر، وفي ناس بتعمل فولدر خاص بالراوتس بس وفولدر خاص بالكنترولر بس. احنا مش هندخل في التعقيد دلوقتي، احنا هنعمل فولدر بسيط خاص بالراوتس، وجوه منه نبدا نضيف الاجزاء اللي تبقى خاصه بالراوتس زي مثلا الاب دوت جيت للاندكس مثلا. فتعالى هنا نضيف فولدر جديد نسميه routes، وده زي ما احنا قلنا هيبقى خاص بعملية او التحكم في الاجزاء اللي هنبدأ ننتقلها لما نتعامل مع الفيو. فهنجي هنا مثلا جوه routes، وممكن نضيف ملف جديد لو هنبدأ. طبعا احنا هنتعامل في الاول مع اليوزر سواء ساين اب او لوجن، فكنا نعمل هنا كده يوزر دوت جي اس، وجوه اليوزر بتاعنا ده هنبدأ نضيف الجزء الخاص بالراوتس بتاعنا. طب تعالى كده الأول نروح على السيرفر وناخد أول واحدة كنا احنا عاملينها اللي هو الاب دوت جيت لمثلا الاندكس، ناخدها كده كنترول اكس ونيجي هنا ونعمل لها كنترول في. المفروض كده طبعا دلوقتي ان احنا لما ننادي على الاندكس يروح على الجزء الخاص بالفيوز ويعرض لنا الاندكس بتاعنا. طيب ايه بقى اللي هيخلي السيرفر بتاعنا يروح على اليوزر دوت الجي اس وينادي على الراوتس اللي جواه؟ عشان نعمل الجزئية دي لازم نروح على السيرفر ونعرفه ان احنا هنتعلم الملف اللي اسمه يوزر دوت الجي اس. وعشان نعمل الجزئية دي المفروض نعمل ريكواير لليوزر دوت الجي اس. بس كده قبل ما نعمل الجزئية دي تعالى بس نشوف حاجة بسيطة كده، احنا هنا نقلنا حاجة اسمها الاب دوت جيت. طيب هو منين اليوزر كمان هيعرف الاب ده؟ برضو اللي هنعمله واحنا بنضيف الريكواير بتاعنا اللي هيباصي الفايل اللي اسمه يوزر للسيرفر بتاعنا عشان يعرفه انه يروح ينادي عليه ويشوف الاجزاء اللي موجوده جواه. وجوه الجزئيه ديت واحنا بنعمل ريكواير ده يعني باصي الكونستراكتور بتاعه الاب اللي هو موجود هنا، بحيث نبقى معانا كل المعلومات الخاصه بالاب نقدر نباصيها لليوزر بتاعنا هنا كده. فكده نقدر نعمل عمليه الراوت بشكل بسيط. تعالى نتاكد ان اللي احنا عملناه ما عملش اي ايرورز، باننا طبعا احنا كده مش شغالين برضو المونجو دي بي بتاعتنا. وهنا نيجي نقول نود، بعد كده ننادي على السيرفر. طيب وهنا ظهرنا ايرور ان هو مش قادر يتعرف على الاب. تعال نشوف كده اللي احنا عملناه. احنا رحنا هنا على السيرفر وقلنا له ان ريكوير لي الراوت اليوزر، وباصي مين؟ وباصي الاب. طيب المفروض بقى هنا نيجي على
اليوزر بتاعنا اللي هو موجود هنا كده، ونقول له ابدأ استخدم الاب اللي انا بسيطه ليه ايه الباص بتاعنا. فنعمل الجزئية دي بإننا نقول هنا مديول دوت اكسبورت عشان نعمل اكسبورت للاب بتاعنا ده. بس قبل ما نعمل الجزئية دي المفروض ان احنا نقول له نستخدم الاب اللي هيبقى جاي لنا من الابليكيشن ده. طبعا الطريقة دي بيتم استخدامها في ال AGS 6 في جافا سكريبت 6 يعني. واحنا ممكن نكتب بدل الجزئية دي نكتب هناك function ونبدأ نكتب الجزئية دي عادي، بس المهم ان احنا كده بنقول له ان احنا عايزين ناخد الاب من السيرفر بتاعنا. طيب تعالى نعمل كنترول اس كده للابليكيشن بتاعنا، ونروح على السي ام دي تاني كده ونعمل run. كده بيقول لنا ان الاب running. تعالى كده نقول له local 3000، هنلاقي فعلا تم عملية الايه عملية الرن. احنا بقى عايزين نفعل الجزء الخاص باللوجن والساين اب. تعالى زي ما احنا قلنا كده ان احنا هنروح على الجزء الخاص بالفيوز، ونبدأ نضيف فولدر مثلا ونسميه اليوزرز، ويبقى خاص بالتعامل مع اليوزرز. جوه الفولدر ده نبدأ نضيف الأجزاء الرئيسية بتاعتنا. احنا عايزين نضيف جزء مثلا هيبقى خاص باللوجن، نسميه لوجن دوت الاي جي اس، ونعمل فايل كمان ونسميه ساين اب دوت الاي جي اس. طبعا المفروض ان لو احنا بنعمل مشاريع دي بيبقى معانا تمبلت جاهز، سواء ديزاينر عامله او احنا بنبقى مجهزينه عشان نبدا نضيفه للابلكيشن بتاعنا. هنا معانا جزئيه خاصه باللوجن، طبعا هيبقى فيها فورم. الفورم دي هيبقى جوه منها جزء خاص بالتكست وجزء تاني خاص بالباسورد وبوتون عشان يبدا يعمل عمليه الايه عمليه السبمت. والمفروض كمان نضيف الجزئيه اللي هتبقى خاصه بالساين اب، هنيجي هنا برضو ونضيفها. هيبقى فيها التكست هيبقى خاص بالميل، واتنين باسورد، واحد هيبقى خاص بالباسورد والتاني كونفيرم للباسورد، ويبقى عندنا مثلا بوتون خاص بالسبمت وبوتون تاني خاص بكنسل لعمليه السبمت. المفروض بقى ان احنا نروح على الفايل بتاعنا اللي اسمه يوزر، نبدا نضيف الراوتس الخاصه ب الخاصة باللوجن والساين اب. هناخد نفس الكود ده كده، ناخد ده كده كنترول سي، ويجي هنا كنترول في، ونقول له لما اليوزر يكتب لوجن روح على الفولدر اللي احنا عاملينه اللي اسمه اليوزرز، ويروح على الفايل اللي جوه منه اللي هيبقى اسمه لوجن. وتعالى هنا طبعا نبصي في التايتل للصفحة دي مثلا نخليها لوجن. ده بالنسبة للوجن. تعالى نعمل نفس الجزئية دي تبقى خاصة بالساين اب. لما الراجل بتاعنا يكتب ساين اب يروح على اليوزر ويروح على الفايل اللي اسمه ساين اب، وطبعا هنا يكتب برضو كلمة ساين اب. طيب تعالى كده نشوف احنا هنا طبعا قلنا ايه، قلنا عملنا اللوجن وعملنا الساين اب. وتعالى كده نشوف في الاندكس بتاعنا في الجزء الخاص بالبارشلز عشان نروح على الهيدرز بتاعتنا، الجزئية الخاصة بالناف بار، ونشوف في الناف بار اكيد الاجزاء بتاعتنا اللي هي خاصة بيه. طبعا هنا الجزئية مظبوطة، مكتوب هنا انه لما يضغط على الباص بتاعنا اللي اسمه لوجن، ولما يضغط هنا على الباص بتاعنا اللي اسمه ساين اب اللي هو الجزء الخاص بمين اللي احنا كاتبينه هنا خاص براوتس. تعالى بقى نشوف الكود ده كده لما نبدأ نعمل له عملية مش. طبعا المفروض هنا ان احنا نطلع بره الابلكيشن بتاعنا ونرجع تاني عشان يقدر يسمع الاجزاء الجديده اللي احنا ضفناها للمشروع. وتعالى هنا بقى نروح على الجزئيه دي تاني كده ونعمل ريفرش ونضغط على لوجن، فبدا التقليل من صفحه الايه صفحه اللوجن. ولو عملنا ساين اب راح لنا الصفحه الخاصه بالساين اب، ولو شلنا كده نبدا نرجع تاني للهوم بيج بتاعتنا. اشوفكم الفيديو جاي بقى باذن الله، ونبدا بقى نفعل كود المنجز والباسبورت عشان نعمل عملية الساين اب. شكرا.